يعني هاي المحاضرة رقم 12 للاي ار والفي ار تريننج. بهاي المحاضرة هنحكي بشكل عام عن الانتر اكشن. اوكي، كيف ممكن نعمل انتر اكشن اول شيء مع الاوبجكت، وبنفس الوقت بدي اكمل اللي حكيت فيه المحاضرة الماضية. وين وقفنا احنا؟ كان عن اليو اي انتراكشن او البلاير كنترول، وما حطيته على الايمج تارجت، فهنكمل من هون. تمام، قبل ما نبدا بمواضيع حكينا المحاضره هاي، بدي اعمل تكمل المحاضره الماضيه. خليني اورجيكم شو كنت عم بحاول اعمل بعد ما وصلنا لهي النتيجه اللي انتم شايفينها. اوكي، إذا بتتذكروا إحنا حركنا الكاركتر تبعنا في هاي الانفايرمنت عن طريق اليو اي، بس بدي أورجيكم كيف تطلع على الإيمج تارجت، وبعديها بننتقل للتوبكس تبعت هاي المحاضرة. فبنهاية المحاضرة الماضية الريزلت الأخير كان عندنا إنه إحنا بنقدر نتحكم بالبلاير عن طريق جويستيك على اليو اي وبوتن عشان الكاركتر تبعنا او البلاير تبعنا يعمل جمب في الانفايرمنت. ف كانت مبينه عندكم السكرين من البدايه ولا لا؟ مبينه مهندس من الاول. اوكي، لان هلا طلعت نوتيفيكيشن ان البارتيسيبنت كان سي يور سكرين، فما عرفت. عموما فنفس هاي الانفايرمنت وبالكاركتر تبعها، خلينا نروح على وين ما احنا كنا بنشتغل على الايمج تارجت. اوكي، كبداية خليني استخدم واحدة من الصور الموجودة، مش مهم شو هي، او خليها نفس الصورة بس عشان استعمل الفيتشرز الخاصة فيها، مش يعني ما لها دخل لا بالبطرة ولا الخزنة ولا إشي، بس هستعمل هاي الصورة عشان فيها فيتشرز منيحة لهاي المحاضرة. anyway، فاللي بدي أعمله من المشهد أو السين الثاني، بدي أخذ حكينا الانفايرمنت، بدي أخذ الكاركتر والكانفاس اللي عملناها اللي فيها بوتن وفيها الجويستيك. هلا اوريدي اخذت حطيتهم او عدلت عليهم شوي وعملتهم بريفاب، ف خلينا استعمل البريفاب اللي عملته. اوكي، سميتهم جوز از ان جيم اوبجكت، عدلت شوي على السكيلينج وحجم الكاركتر تبعنا بالانفايرمنت، واذر ذان ذات ما في اي شيء. ف خلينا بس احطهم على الايمج تارجت. اوكي، تمام، بهي الطريقه بكون عندي تقريبا على نفس السايز تبع الايمج تارجت تبعنا. اوكي، تمام، ضل عندنا اليو اي. تمام، وهيك بكون حطيت كل شيء بالمكان الصحيح. خلينا بس اعمل تيست قبل ما احطه داخل او as a child for the image target. اوكي، اوكي، ذاتس فاين.
استعملها ريسايز على أساس إنه يكون إنه ما عندي مشاكل من ناحية السايزنج، عشان الكاركتر كنترولر بتعامل برضه أو بكون خلينا نحكي سنسيتيف للسايزنج تبع إنه يكون داخل الميترز باليونيتي. أنا كل هذا أوكي. Perfect, test it again. Not yet. Come on. سرعة الإطالة مبدئيا، بس أحط الجويستيك. أوكي، أنا أوفسيت غلط. أوكي. طيب، بمجرد بس ما اني شيكت ان الموفمنت كلها تمام، بدي احط السين تبعي هذا كله داخل الايمج تارجت. و وين بدي اعمل له تيستينج على الكاميرا او الاي ار كاميرا. اوكي، للأسف البلاير كان في عندي مشكلة. نرجع نعمل بلاي بلاير لأنه عليه بلاير كنترول وعليه الانبوت او المانيوال جرافيتي اللي عملناها، فممكن يختلف مكانه اذا احنا ما حطيناه جوا انه يكون ثابت كبداية. بس مبدئيا احنا هنعمل الاكشن انه دائما نقدر ببطن معين انه نقدر نصفر مكانه، على اساس اذا البلاير وقع من الانفايرمنت بنقدر نرجعه باستخدام هذا البطن. اوكي، هاي رجعنا البلاير عندنا هون وبنقدر نتحكم فيه ونشوفه بال3D، او خلينا نحكي بالاي ار انفايرمنت تبعتنا او بالاي ار سبيس. وبس هذا اللي حاولت أوصله كريزولت بالسيشن الماضية، إنه هذا الريزولت النهائي. عموما، حتى نكمل التوبيك الخاص فينا أو الخاص باليوم، بدي أحكي بالنسبة للفوفوريا إنجن. في عنا إشي أو انتر أكشن بسموه الفيرتشوال باتن.
هلا الـ Virtual Buttons أو الأزرار الافتراضية بتوفر لنا آلية مفيدة حتى نحول الأوبجكتس اللي على الإيمج تارجتس انتراكتيف أو يعني تفاعلية بطريقة خلينا نحكي خارجة عن المألوف أو الطبيعي، إنه إحنا نستعمل الـ UI حتى نتحكم بالأشياء الموجودة داخل السين تبعنا. فمن خلال الـ Virtual Target أو الـ Virtual Button، خلينا بس أخفي الجيم أوبجكت تبعنا اللي هون. أوكي، هل هذا الـ Image Target تبعنا؟ تمام؟ من خلال الـ Virtual Buttons فعلياً إحنا بنقدر نحدد أماكن معينة من الـ Image Target تبعتنا، بحيث تكون عبارة عن زر بيعمل أكشن معين بس نغطيه. كيف إحنا بالـ UI عنا Buttons والـ Buttons إلها Events، نفس الشيء بنقدر نتعامل مع الـ Virtual Buttons باستخدام Events خاصة فيها، واللي هي فعلياً two events اللي هي on button pressed و on button released. يعني احنا كبسين على البتن او عملنا release، رفعنا ايدنا عن البتن. فلما يكون بالنسبة لل virtual buttons لما يكون مغطى بصريا عن الكاميرا، فالevent اللي بيشتغل عنا هو on button pressed، ولما يبين مرة تانية يعني لما نشيل ايدنا او نبطل مغطيين المكان اللي البتن فيه بيشتغل on button released وهكذا. هلا احنا لما ننشئ الزر الافتراضي تبعنا بدنا نراعي السايزنج تبعه، يعني بدنا نراعي حجمه وموضعه بالتناسب مع الايمج تارجت تبعتنا، وطبعا بدنا نراعي برضه تجربة المستخدم، كيف بدنا انه ما يكون الاكسبيرينس تبعتنا اليوزر اكسبيرينس تبعتنا متناسقة بشكل عام مع الإشي اللي عم بنحاول نعرض. عموما قبل ما نبدأ بس حاب أحكي إنه في كتير عنا عوامل ممكن تأثر على استجابة الأزرار الافتراضية وقابلتها للاستخدام، مثل طول وعرض الزر أو المنطقة اللي بغطيها، وأيضا مكان الزر بالنسبة لكل حد من حدود الصورة والأزرار الافتراضية الثانية على الإيمج تارجت. طبعا في حالة أنه عندنا أكثر من فيرتشوال بتن على نفس الإيمج تارجت. وبالنهاية العامل الأهم خلينا نحكي هي المنطقة الأساسية. شو يعني المنطقة الأساسية؟ المنطقة اللي بتكون تحت أو أسفل الزر، إنه يكون إلها تباين عالي أو إلها تفاصيل بيقدر يميزها الفوفوريا إنجن حتى يقدر يتعرف متى بتم تغطية هذا المكان. هلأ بداية حتى ننشئ الـ Virtual Button عنا بالسين وعلى الـ Image Target، بدنا نعمل Select للـ Image Target تبعنا. أوكي، بدنا التايب لازم يكون عنا من الداتابيس، ما بنقدر نستخدم الفروم ايمج او اي شيء تاني، لازم يكون من الداتابيس. من الداتابيس حتى فعليا لانه هو بيعمل الديتكشن للفيتشرز، اذا بتتذكروا باحد المحاضرات الماضية شفنا كيف بيشوف الفيتشرز والكونتراست بوينتس وبيعطينا نجم صفرة بالاماكن هاي. هلا كمان شوي برجع برجيكم اياها. فحتى يعمل ديتكشن للفيتشرز تبعت الصور ويورجينا وين المكان او الاماكن الافضل بالنسبه انه وين ممكن نحط الفيرتشوال بتن تبعنا. فمن التايب بدنا نستخدم فروم داتابيس. اوكي، وطبعا بعد ما نختار الداتابيس تبعتنا والايمج تارجت اللي بدنا نستخدمه، بدنا نروح على ادفانسد الموجوده عندي باخر الكومبوننت، وبدنا بدنا نروح على زر اللي هو الـ Add Virtual Button. خلينا نعمل بس زوم على الـ Image Target، بس أكبس على Add Virtual Button. احنا مبدئيا هنشوفه كـ Game Object موجود داخل الـ Image Target.
هلا لونه زهري لانه الماتيريال تبعته بالنسبه لل خلينا نحكي الريندر بايب لاين تبعنا بالنسبه له هو هذا التكستشر ليجاسي شيء ما بقدر يتعامل معه، فاحنا ممكن نعطيه اي تكستشر، ما بفرق شو التكستشر تبعنا. ايش كان عندنا هون؟ يعني حتى هو فعليا كشكل هو مش هيبين داخل، خلينا نحكي داخل السين، مش هيبين على الكاميرا او من خلال الاي ار كاميرا تبعتنا، فاحنا ممكن نعطيه اي تكستشر ما هتفرق، او اي ماتيريال عفوا. تمام، هلا هذا الفيرتشوال باتن تبعنا، خلينا ننقله لمكان نوعا ما افضل. اوكي، كسايزنج نعدل فيه شوي. اوكي، خلينا انه نخليه متناسب اكثر او ملائم اكثر للإيمج تارجت تبعتنا. هلا كسايزنج للفيرتشوال باتن لازم يكون حجم الزر الافتراضي اوكي او الفيرتشوال باتن تبعنا مساوي او اكبر من 10% من اجمالي منطقه الإيمج تارجت، حتى يتم تشغيل الايفنتس الخاصه بالبتن لما يتم اخفاء نسبه كبيره من الفيتشر زي ما حكيت. فبده يكون موجود بمكان منيح عليه فيتشرز، عليه كونتراست منيح بالنسبه للفوفوري انجن، حتى انه يقدر يعمل ديتكشن لما المستخدم يغطيه بايده أو يعمل له بلوك بأي شكل من الأشكال عن الكاميرا. أوكي، هلأ صار عندنا الـ Virtual Button بالسين وبنقدر نتفاعل معه فعلياً. خلينا نغطي الكانفاس. أوكي، بنقدر نتعامل معه أو نتفاعل معه، بس لسه ما ضفنا له أي أكشن. هلأ إذا إحنا بنكبس على الـ Virtual Button أو بنعمل له Select من الـ Hierarchy، هيكون في عندنا الفيرتشوال باتن بيهيفير. هلا الفيرتشوال باتن بيهيفير في له تو باراميترز او تو بروبرتيز، هدول البروبرتيز اللي هي الاسم، ايش اسم البتن، فاحنا ممكن نسميه اي شيء عندنا هون فيرتشوال باتن 1 هيك انا هسميه، والبروبرتي الثانيه اللي هي السنسيتيفيتي سيتنج. هلا السنسيتيفيتي من يعني بشكل منطقي او لوجيكال انه كل ما كان الفيرتشوال باتن تبعنا السنسيتيفيتي تبعته عاليه، كل ما كان خلينا نحكي سهوله انه نعمل تريجر للايفنت، يعني نطلق او يعمل اطلاق للايفنت تبعه او الحدث تبعه بكون اسهل كل ما السنسيتيفيتي كانت اعلى. فعندنا 3 مودز للسنسيتيفيتي سيتنج اللي هي لو وميديوم وهاي. هلا طبعا بشكل عام يعني حتى احنا ممكن نستعمل هلا ميديوم، بس ان جنرال بنصح انه احنا نختبر استجابه نحكي الزر في بيئه نوعا ما واقعيه حتى نتاكد انها بتشتغل زي ما بدنا وبتعطينا الريزلت اللي احنا متوقعينه. اوكي، فانا هختار هلا سنسيتيفيتي ميديوم. بعد هيك احنا محتاجين فعليا نعطي الاكشنز. اوكي، ف الاكشنز احنا بنقدر نتحكم فيها او نربطها ب اكشن معين عن طريق سكريبت، وهذا السكريبت بدنا اياه يكون على الايمج تارجت نفسه. ف هعمل سيلكت للايمج تارجت، هعمل اد كومبوننت، هسمي فيرتشوال باتن ايفنت، خلينا نحكي هاندلر. اوكي، او فيرتشوال باتن كنترولر، وهعمل انتر. اوكي، هلا بمجرد ما عملنا السكريبت انا افتح الاديتر، هعمل دبل كليك عليه.
تمام. هلا من خلال السكريبت هون هيبين مدى اختلافه. خلينا نحكي عن اليو اي بوتن. ببدايه السكريبت عندنا بدي اضيف لايبراري اللي هي الفوفوريا لايبراري حتى نقدر نستخدم خلينا نحكي الفانكشنز الخاصه فيها. ف يوزنج فوفوريا اوكي، هيك عملت انا انكلود لللايبراري الفوفوريا، وخلال او ومن خلال الستارت فانكشن بدنا نعمل شغله بسموها ريجستر، او نوع خلينا نحكي من الليسنر. الريجستر هاد بسمع اذا في اي اكشن او اي تغيير صار على الريجسترد اوبجكت، ومن خلال وبشوف اذا في تغيير صار في اي اكشن عليه، ومجرد ما يشوف انه في اكشن بيستدعي فانكشن احنا بنكتبه. اوكي، هلا ببين او بتصفى الامور بشكل افضل. فمن خلال الستارت فانكشن بدي اعمل ريجستر لل on button press. ف بداية بدي اعرف ال virtual button عندي هون، فهكتب public virtual button behavior اللي هو الكومبوننت الموجود على ال virtual button، وبدي اسميه virtual button بس. هاخذ الاسم اللي انا هلا عرفته او الفاريبل اللي انا هلا عرفته، وداخل الستارت فانكشن بدي اعمل له بيست، بدي اكتب دوت ريجستر اون بتن بريست، وبدي اعرف داخل الريجستر للاكشن هاد بدي اعرف فانكشن، فبدي اسمي هذا الفانكشن بريست. طبعا هلا عم بيعطيني هو ايرور لانه احنا لسه ما عرفنا الفانكشن، بس قبل ما اعرفه بدي اعمل ريجستر للريليست. فهعمل كوبي لللاين واعمل بيست وهكتب عندي هون ريجستر اون بتن ريليست، وبدي اياه يستدعي فانكشن هسميه انا ريليست. الابديت فانكشن احنا مش محتاجينه فعليا على الاقل حاليا، فهمحيه وعرف التو فانكشنز اللي هلا عطيتهم للريجستر فانكشن. فاكتب public void pressed وهيك عملت اول فانكشن. نو يس عمل فانكشن تاني released. ليش عم بيعطيني ايرور؟ خلينا نشوف اذا المشكلة من الاديتر. cannot convert from method group to اوكي. طيب هلا حتى فعليا انه يعمل ريجستر للايفنت انه صار في تغيير على هذا الفانكشن، بدي اعطي الفانكشن نفسه البتن. يعني هذا الحكي انه في عندنا الكومبوننت هاد او البيهيفير هاد بدي اعطيه للفانكشن حتى فعليا يقدر يعمل ريجستر ويقدر يعمل كول للفانكشن لما يصير في اكشن على الايفنت، على عفوا على الفيرتشوال بتن. ف زي ما عملت هيك عرفت البريست فانكشن، هعمل له كوبي بيست وهعمل له ريليست. تمام، هل هيك صار في عندي تو فانكشنز، وبمجرد ما اني اعرف الفيرتشوال بتن باليونيتي هذول الفانكشنز هيتم التعرف عليهم. فبدايه
بس حتى أتأكد إنه الفانكشن تبعي شغال دعمل debug dot log وأحكي له يعمل لي print على الكونسول pressed ونفس الشيء على released function ودي إياه يطبع لي released. هلأ مبدئيا بس حتى نأخذ الأمور ببساطة نرجع لليونيتي نروح على الامج تارجت هنشوف انه اوريدي عمل خلينا نحكي ابديت للكومبوننت او السكريبت تبعنا اللي هلا عملناه وبياخذ حكينا الفيرتشوال بوتن فهعمل دراج اند دروب للفيرتشوال بوتن وبهيك المفروض عندي الفانكشن شغال. نعمل له تيست مبدئي هالكونسول حاليا عندنا فاضي صح؟ إذا أنا بغطي هذا المكان wait اوكي طيب I think الإضاءة عاملة مشكلة عندي هون yes طيب إذا بغطي أنا هذا المكان فالبريست ايفنت هنعملها تريجر إذا بشيل إيدي الريليست إيفنت بنعملها تريجر وهكذا فبهاي فعليا بهاي الريزولت حاليا أنه أنا إيدي عم تعمل تريجر للبريست وريليست فانكشنز معناته عندي الفيرتشوال بوتن شغال. طيب هلا بما أنه الفانكشنز عندي شغالين خلينا نربطهم ب انه شيء يبين عندي فمبدئيا بدايه كمش كان عندي مشكله مثلا انه البلاير لما اطلع الانفايرمنت هاي البلاير عندي بوقع فاحنا مثلا لو كان اليوزر هو اللي عم بوقع من هذا المكان كيف ممكن يعمل ريسيت فخلينا نحكي للسكريبت تبعنا انه هذا الاوبجكت رجع لي اياه مكانه فبدي اعرف public game object اللي هو الجيم اوبجكت اللي بدي اعطيه اياه اللي هو البلاير تبعنا او الكاركتر تبعنا اللي موجود بالسين ف كيلو كاركتر جي او كاركتر جيم اوبجكت فبدي احكي له لما تعمل لما يعمل بريس يرجع لي الكاركتر جيم اوبجكت لمكانه فبدي احكي له position vector 3.0 شو معنات الكلام هذا معناته البوزيشن الموجود عندي بالترانسفورم هون بدي اياك تصفره يصير صفر اوكي خلينا نعمل التست مرة تانية بس ده اعرف الجيم اوبجكت على السكريبت لانه لسه ما عندي اياه كرفرنس فمجرد ما احطه عندي صار عندي الرفرنس تبعه وهلا بنقدر نعملها مرة تانية So let's test. Okay, عند المكان huge. ثواني بس. I hope إنه هذا ما يعمل مشكلة بالنسبة للكاركتر كنترولر. اوكي هو عمل لي مشكلة ما مش هقدر احركه حاليا
بده شوية فيكسز، بس الأكشن اللي بدنا إياه فعليا لو أنا تحرك البلاير تبعي، كيف بدي أعمل له ريسيت؟ إذا بغطي إيدي هون، أوكي طيب، لنحطه كتشايلد لجيم أوبجكت، بدي أخلي هاي من بوزيشن ل local position. local position بمعنى إنه مكانه كchild لهاي الجيم أوبجكت، أما بالنسبة إنه يكون position فهو مكانه بال خلينا نحكي بالglobal space. نرجع نعمل test. أوكي لو أنا حركت البلاير تبعي طلعته مكان بعيد وغطيت بالضبط، نرجع نحركه، أعمل بريس على الفيرتشوال بوتن، برجع مكانه. جريت. طيب احنا هلا عارفين انه الانتر اكشنز شغاله 100% والايفنتس شغالين عندنا 100%. هلا في كم من شغله كمان حاب احكي عنها بالنسبه للفيرتشوال بوتن حتى الاكسبيرينس تبعت اليوزر ما تكون انه منيحه، ما يصيرش في عنده اي مشاكل، خلينا نحكي بيج بروبلمز، يعني شويه مش مشاكل بالتراكنج انه تكون خفيفه، ما تكونش كتير سموث ذاتس اوكي، بس ما يكونش انه تخرب اليوزر اكسبيرينس بشكل كامل. ف بالنسبة للبليسمنت تبعت البوتن زي ما حكينا بالبداية، بدنا إياها تكون فوق الفيتشرز، والفيتشرز هاي تكون ديتكتبل، حتى إنه ما يكون في عنا مشاكل بالإنتراكشن، اليوزر إنتراكشن مع الفيرتشوال بوتن هاي. هلأ حتى تتذكروا بالضبط شو هي الفيتشرز، وين كانت الـ AR كاميرا؟ بس حتى يفتح لنا. اوكي هذا مطول. اوكي خلينا نحكي كإكزامبل على الايمج فيتشرز، اوكي اللي هي الاماكن اللي فيها فيها تباين، خلينا نحكي نوعا ما الكونتراست بيعمل ديتكشن للايدجز بالنسبه لكل لون ولون، فهي الشغلات كثير بتفرق مع الفوفوري انجن بالنسبه للديتكشن تبعت الفيرتشوال باتنز. كمان شغلة مكان الزر، حكينا مكان الزر عنا ما بنفع تكون محطوطة خلينا نحكي على edges أو نصها برا أو whatever، فإنه it's better إنه تكون نوعا ما لجوه، لأنه في عنا margin إنه حكينا 8% من الحواف، 8% من المساحة خلينا نحكي من كل حافة هي undetectable، ما بتم عليها لا tracking ولا ديتكشن. وثالث إشي حاب أحكي عنه والأخير بالنسبة للفيرتشوال باتنز، إنه إحنا نتجنب نعمل تكديس لفيرتشوال باتنز فوق بعض، فما نعمل ستاكينج، لأنه الستاكينج خلينا نحكي بمكان واحد أو بأماكن متقاربة أوكي بتعمل مشاكل بالنسبة للمستخدم بالنسبة للإنتراكشن، لأنه اليوزر نفسه هيحاول يعمل يحاول يوصل للبتن بس عم بيعمل تريجر لأكتر من بتن
أو أكثر من أكشن مع بعض، فممكن يعطي لليوزر unpleasant experience. تمام. هلأ شغلة تانية حاب خلينا نحكي نجربها مع بعض، اللي هي التاتش كنترول، أو يعني إحنا نعمل أو خلينا نحكي الأوبجكت اللي عم بيطلع عنا على الإيمج تارجت، بنقدر نكبس عليه، ولما نكبس عليه بيعطينا أكشن. أوكي، ف خلينا نغطي أو نشيل الانفايرمنت. بدي أعمل 3D Object، Simple 3D Object. حط كيوب، هذا الكيوب بحطه بنص الـ Image Target. أوكي، مبدئياً هخلي الـ Virtual Button تبعي يعمل Active، أو يعمل Activate، Set Active لهذا الـ Game Object. يعني أنا أساساً هخفيه من البداية، ولما أحط إيدي على البتن هيعمل أكتف، ولما أشيل إيدي من البتن هيعمل دي أكتف أو دي أكتيفيت. خلينا نحكي إنه ست أكتف ترو ست أكتف فولس، هاي من الفانكشنز اللي إحنا بنقدر خلينا نحكي اللي بتعمل كنترول لا التشيك التشيك بوكس هذا الموجود هون، انه احنا بنعمل enable disable لهذا الجيم اوبجكت بالسين تبعنا. فاذا كان checked بكون enabled، واذا كان unchecked بكون disabled. فخلينا نعمل هذا عن طريق السكريبت، ونخلي الفيرتشوال بتن هو اللي يتحكم فيه. نرجع للفيرتشوال بتن كنترولر، نغير هذا لكيوب، وهذا الكيوب لما نعمل له بريس هنعمل دوت ست اكتف، وبين قوسين هنحكي له ترو. ولما نعمل للبتن ريليس بدنا نعمل الست اكتف فولس. نرجع لليونيتي، اوكي، نعطي الكيوب تبعنا لأنه أنا غيرت اسم الفاريبل، فلما أغير اسم الفاريبل بيبطل عنده ريفرنس لشو كان الجيم أوبجكت عليه، أنا شو كان الريفرنس. أوكي، أوكي، عم بعمل ديتكت لحاله من إضاءة الشاشة. أوكي، هلا إيدي عليه فهو activated. deactivated and so on. طيب لو بدي اكبس على هذا الكيوب، اوكي، وبدي اعطي خلينا نحكي نوع من الانتراكشن. طيب خلينا نعمل لهذا الكيوب ان انيميشن. هلا انيميشن احنا ما حكينا عنه بالمحاضرات السابقه بشكل عام، فخلينا نعمل ا سمبل انيميشن لهذا الكيوب. اوكي، هلا مجرد ما احنا نفتح ويندو ونروح على انيميشن، في عنا انيميشن هون، هتطلع لنا الويندو هاي. اذا بكبس كرييت، اوكي، خلينا نحكي كيوب روتيشن، بدي اعمل روتيشن لهذا الكيوب. كل اللي علي اني اعمله اذا حاب اعمل انيميشن، خلينا نحكي سمبل انيميشن بالنسبه للكيوب هذا، بدي اكبس على الريكورد بوتن عندي هون. اوكي، بس بدي احركه بطريقه بس بشكل خفيف على اساس انه
اوكي، انه يعمل لي كي فريم يعني انا بس حركته. ويت، عم بعمل انيميشن ل باي ميستيك للايمج تارجت. انا بدي اعمل له الكيوب. يس، ريبليس هيك بس على الريكورد بوتن، احركه بس شوي حتى اخذ كي فريم للروتيشن، يعني اخذ الانيشال او بدايه الحركه بس حتى يعطيني المستطيلات الحمر انه هون عامل انيميشن او كي فريم. تمام، فهي من الصفر اخذت الثري زيروز، الروتيشن تكون صفر. همشي، خلينا نحكي ل 30، بس هحرك ال انه هحرك انا فعليا وين على الانيميشن سيكونس، فوصله لل 30 اللي هي نص الثانية او نص ال اه نص الثانية بالضبط. وحرك الكيوب عندي لحديت 359. هلا ليش 359؟ لانه اذا وصل 360 هو فعليا وصل الزيرو، يعني رجع لمكانه اللي هو الانيشال روتيشن. خلينا اشوف كيف طلعت الروتيشن عندي هون. اوكي، الحركة سريعة، فحتى اطولها بدي اعمل سلكت للكيز الموجودين عندي هون. مجرد ما اعمل سلكت في عندي زي خطوط صغيرة هون بتبين عندي اللي هي بداية الانيميشن نهاية الانيميشن بالنسبة للكيز السلكتد كيز. اوكي، بدي اروح على الخط الصغير هاد، اعمل له دراج، اوصله لثانية، نرجع نعمل بلاي. هيك صار ألطف. في عليه هلا إيز إن وإيز أوت، بس هي ما في داعي نحكي فيها حاليا. وسكرت الريكوردينج، فهي صار عندي أنيميشن كليب. هلا أنا ما بدي أستعمل الأنيميتر لأنه شغلة شوي خلينا نحكي كومبليكيتد بالنسبة للإشي اللي إحنا بدنا نعمله. فهشيل الكومبوننت، هطلع كومبوننت اسمها انيميشن، والانيميشن هاي بدي اعطيها الانيميشن كليب اللي انا هلا عملته. هلا بمجرد ما احنا نعمل اشي بالويندو تبعت انيميشن، اوكي، احنا بنسيفها كانيميشن كليب. ف بمجرد ما اني اعمل كرييت لانيميشن هتكون موجوده عندي بالبروجكت. وهي هي اللي عليها زي هي قريبة من البلاي بوتن، بس هي اوبجكت وعم بتحرك. ف this is animation clip، تعمل له drag and drop بالانيميشن كومبوننت. في عنا تشيك بوكس اللي هو play automatically، هعمل له uncheck. اوكي، على اساس انه يعمل play لما اكبس انا على الكيوب. هرجع للسكريبت، بدي أعرف أنيميشن، هسميها أنيميشن بس ب طيب كيوب أنيميشن. أوكي، سوري، هذا ما هحطه هون، هعمل سكريبت خاص بالكيوب. يعني هروح على الكيوب، اعمل اد كومبوننت، بحكي له اون كليك تاتش ايفنت، لانه احنا هنعمله بالنسبه لتاتش التليفون، ولان حتى نعمل له خلينا نحكي ديبوجينج او تو تراي ات اوت عندنا باليونيتي، هعمل برضه الماوس ايفنت. ف كبدايه بعد ما عملنا السكريبت،
بدي أعرف الانيميشن أو الانيميشن كومبوننت، أوكي، وبدي أحط input عندي هون بالأبديت. شو بدي أحط عندي بالأبديت؟ إذا بتتذكروا بوقت البلاير كنترولر، إذا في أو البلاير موفمنت بالضبط، بلاير موفمنت إحنا عنا بالأبديت إحنا عم ناخد الانبوت تبع الهوريزونتال والفيرتيكال، وحتى انبوت الجويستيك عم ناخدها عن طريق الأبديت، حتى إنه يضل يحاول بكل فريم يعمل ديتكشن إذا في أي بلاير انتراكشن مع هذا الأوبجكت أو مع هذا السكريبت. فبضل يعمل أبديت وبضل يحاول يعمل ديتكشن. فإحنا هنعمل نفس نفس خلينا نحكي الكونسبت، لأنه إنبوت برضو على التاتش، خلينا نحكي التاتش كنترولز عموما. نرجع هون حتى نعمل التاتش كنترولز بدنا نعطيه اف ستيتمنت حتى نشوف اذا في اي تغيير على في انتراكشن او ما في انتراكشن من التاتش انبوت. فهنحط انبوت دوت touch count، touch count لأنه فعلياً خلينا نحكي الـ input تبع touch هي مش بس one touch، مش شرط إنه يكون إنه touch تبعنا بأصبع واحد، ممكن يكون بأكثر من أصبع and so on. فإحنا ما بنقدر بس نحكي إنه touch count تساوي واحد، لأنه ممكن فعلياً يكون اليوزر ما لامس شاشة الموبايل بأكثر من أصبع، فبهاي الحالة ما هتطبق عليه الكونديشن. فاحنا اللي بدنا اياه او بدنا نعمله ان تكون اكبر من صفر. اند شو معنات اند بالاف ستيتمنت؟ اند انه لازم يكون عندي تطبق عندي اكثر من كونديشن حتى ندخل للاكشن اللي بتعمله هاي الاف ستيتمنت. فالكونديشن الثاني اللي عندي انه لازم يتم تطبيقها حتى انه تكون ترو بالنسبه للاف ستيتمنت هي input dot get touch zero dot position input dot sorry get touch zero dot position. شو معنات اللاين هاد؟ او سوري معلش انا خربطت من النوتس تبعوني. input dot touches zero dot phase، وهالفيز بدها تكون began. اوكي، شو معنات الحكي هاد؟ انه بدي عطيني التاتشز او اللمسات اللي صارت على شاشة الموبايل، وعطيني اول تاتش، اول اصبع موجود على الشاشة، ويكون الفيز تبعه انه بلش، يعني كبس بمجرد ما انه لمس الشاشة فالفيز تبعه بكون began او started. يعني ليش اللي بدي اكتبه داخل الاف ستيتمنت ري؟ اوكي، هلا بفسر شو هي الري. كاميرا دوت مين اللي هي الكاميرا تبعتنا بالسين دوت سكرين بوينت تو ري انبوت دوت جيت تاتش الزيرو دوت بوزيشن. اوكي، خلينا ناخذها حبه حبه. الري اللي هي الري كاست، الري كاست هو فعليا انه بالنسبه انا بحكي له حول لي كيف هو شايف ال اوكي
أنا فاتح السكرين تبعت، خلينا نحكي الموبايل، خلينا نتخيل إنه هذا هو الموبايل، وأنا كبست على مكان ما بهاي الشاشة، أوكي، وكانت هاي الشاشة أو كبستي على الشاشة فعليا المقصد منها إنه أكبس على الكيوب الموجود عندي بالسين، بس حتى يكون عندنا رفرنس على اللي أنا حاول أحكيه. اوكي، هلا لنعتبر انه الماوس هي عندي التاتش، خلينا نحكي اكشن اللي صار على السكرين، فاذا انا بمقصد اني اكبس على الكيوب، فخلينا نتخيل انه في زي خط من الكاميرا موجود بين الكاميرا وبين الكيوب تبعنا، اوكي، وصار في عندنا خط وضرب هذا الكيوب، فهذا هو عبارة عن ري. ري إنه زي ليزر أو خط مش كتير مرئي، whatever. فهذا الخط ضرب بالكيوب، فمجرد ما إنه يضرب بالكيوب أو بشيك وين البوزيشن تبعه بالنسبة لل 3D space تبعتنا، لأنه الكاميرا 2D، الكاميرا عندنا 2D، فبحولها من 2D لل 3D space تبعتنا اللي هي function السكرين to screen point to ray, but you have to okay. السؤال موجود أو الحكي الموجود عندي بالشات. سيف، يس يس، انت فعليا ممكن بتحتاج تعمل له، خلينا نحكي كوليجن، او بيعمل هيت ومن خلال الهيت بيعمل الاكشن تبعي وبعرف شو الـ خلينا نحكي، ممكن ما يكونش التاج، ممكن يكون الجيم اوبجكت نيم، بس يس اتس ذا سيم ثينج، انه مش شرط وذ تاج، بس انه محتاج انا اعرف شو الاشي اللي عم بضرب عليه، حتى انه اعمل انه احكي يس انه I touched the cube so do this action. كلامك 100% صح، في طريقتين، في اكثر من طريقه له عموما. خلينا اكمل. اوكي، بمجرد ما اني حولت او خليت صار في عندي ري hitting أو trying to hit something بال 3D space تبعي، أوكي، بدنا نحكي له raycast hit، بسميها hit، وهاي الhit اوكي، عند ري كاست هيت بدنا نحكي له اف فيزيكس دوت ري كاست ري للري تبعنا اوت هيت. اوكي، سوري انه شغله كومبليكيتد نوعا ما، بس اتس اوكي اف يو دونت اندرستاند ات انتايرلي، ممكن انتو تستعملوا الفانكشن بس، والفانكشن او خلينا نحكي الكود هاد هيشتغل معكم anyway، you can just drag and drop it، يعني في اشياء مش شرط تكون فهمها حتى تقدر تستعملها، بس ممكن تحاول تفهم انه how it works بدل ما احنا نفهم انه فعليا ايش هذا الشغل بالضبط. عموما طيب،
إذا نحكي if hit dot transform dot name equals cube اللي هو اسم ال game object تبعنا. أوكي شو بدنا نحكي له؟ بدنا نحكي له cube animation dot play. كل هاي اللفة بس عشان نعمل حركة الـ أو نعمل enable أو play للـ rotation animation اللي حطناها إحنا على الكيوب. أوكي هلا I don't think إنه I can test this بس let's أوكي خليني أعمل بما إنه الكاميرا عندي main خليني أحولها main. Does it work مع الـ AR camera؟ الـ AR كاميرا اشتغلت خاوة. اوكي let's try this out. طيب احنا عرفنا كل اشي عندي هون. The cube عرفنا عليه no. اوكي هلا مش متعرف لانه لازم يكون عن طريق موبايل ديفايس او بورتبل ديفايس. فخليني اورجيكم الفانكشن الثاني واللي هي way easier than الحكي هذا كله. تحت عندنا هون بدنا نحط فانكشن اللي هو ايفنت او خلينا نحكي تريجر. اوكي بدنا اسمه اون ماوس داون. فخلينا نحكي void اون mouse down. اوكي ناخذ هذا الحكي حطه هيك. هذا حتى هذا ممكن يشتغل حتى على الموبايل ديفايسز بس حتى يكون في عندنا الكاستمايزابيلتي والاكشوال افيشنسي تبعت التاتش كنترول احنا هنحتاج نستخدم زي هدول الانبوت فانكشنز. نرجع على اليونيتي. اوكي اذا بكبس عليه عن طريق السكرين بالماوس. اوكي ديفولت فيديو كليب could not be found. لماذا target status اوكي طيب ويت خلينا نشيل virtual button نعمل مشكلة. وين الكيوب؟ ايش صار بالضبط؟ Oh, really? Okay. Just to be sure. Why not? Could not be found. Default clip could not be found. طيب هو عم بياخذ الاكشن بس مش راضي يشغله. طيب معلش هستعمل الانيميتر. Can we include an effect with the animation in the same script like flashing effect while rotating? Yes. Yes, we can.
هلا ممكن اما تحط خلينا نحكي انت بتحكي على بارتيكل افكتس صح؟ اوكي هلا بارتيكل افكت اما بتعملها انيبل من خلال السكريبت انه انت تعملها تايمينج معين اوكي وتعملها انيبل داخل السكريبت بسيكونس معين او لما تعمل الانيميشن اذا انت عندك فكره عن الانيميشن كليبس بشكل عام خلينا بس احط انيميتر اوكي اعمل له اساين لا انيميتر اوكي هلا بخلال الانيميشن كليب في عندنا فعليا ايفنت تريجرز انه بتقدر تعمل ايفنتس اذا انا بكبس اذا شايف هاي البطن الصغيره اذا انا بكبس وبحطها في مكان معين مثلا على على 0.20 اوكي بقدر اخذ فانكشن بقدر اعملها اساين انه تفتح لي فانكشن شايف مش انا عرفت مثلا بالسكريبت اون ماوس داون فعليا انا بقدر احطها من هون من داخل الانيميشن نفسه اذا كان عندي فانكشن معين وهذا الفانكشن بيعمل لي انيبل او بيعمل لي بلاي لبارتيكل افكت سو يس يو كان في اشياء كثير تقدر تعملها بشكل دايناميك او تايمد بيس يعني it's good stuff anyway نرجع اني اعمل بلاي ل خلينا نحكي يس اوكي انا ضفت هلا انيميتر اوكي بدي افتح الانيميتر ويندو تمام هلا بالانيميتر بقدر انا احط اكثر من انيميشن كليب واعمل بينهم سيكونسز انه هاي تروح لهاي بعد ما تخلص وهاي تروح لهاي and so on اوكي بس اللي بدي اعمله فعليا انه اخلي هذا الكيوب الانيميشن تبعته هي فعليا او البداية تبعته هي nothing اوكي انه انيميشن ما في انيميشن بالستيت هاي وهاي هي الكيوب روتيشن اللي فيها الكيوب روتيشن انيميشن كليب عندي هون بتبين عندي بالانسبكتر بس اكبس على خلينا نحكي الانيميشن بالانيميتر ويندو فاسمها كيوب روتيشن اسم الستيت عندي هاي كيوب روتيشن اللي هعمله انا بالسكريبت انا احول هاي من انيميشن ل انيميتر واسمها كيوب انيميتر اوكي وان ماوس داون احكي لهذا الانيميتر يعمل بلاي وهي البلاي بتاخذ اسم بتاخذ اسم كليب فانا بعطيها اسم الكليب الموجود عندي بالانيميتر ويندو واللي فيها الانيميشن كليب تبعي اوكي فنرجع مره ثانيه بس بدي اعمل اساين للانيميتر ويز ذا ستيل actually اوكي مرة ثانية اوكي on animation او عفوا on mouse down يا دي النيلة the variable cube animator اوكي انا نسيت اعمل له reference again هاي الكيوب almost down ببلش الانيميشن هلا حاب اعمل قصة البارتيكل افكت اللي حكاها سيف فجست ا كويك
خلينا نحكي اكشن. في عنا particle effects باليونيتي in general. اوكي بدي اعمل particle effect، بدي اعملها setting سريع بس انه ما تكون over time، تكون burst. اوكي duration تبعها واحد، ما فيها loop. اوكي فلما اعملها play وين اللايف تايم؟ هاي اللايف تايم، هاي واحد. طيب هعملها سريعا سريعا بس عشان اورجي الايفنتس اللي احنا ممكن نقدر نستعملها بالانيميشن كليب. اوكي فكيف احنا هون عم نشتغل مانيولي انه انا عم بعمل بلاي، نفس الشيء هيصير من داخل الانيميشن كليب. كل مره خلينا نحكي هي هنعمل فيها الايفنت هتعمل بلاي. شايفين احنا ما عندنا لوب فعليا، خلينا حتى اقصرها. اوكي 0.5 0.5 start size no when a lifetime yes اوكي اوكي هلا من خلال الانيميشن بعد ما اعمل سلكت للكيوب تبعي لانه هو اللي عليه الانيميتر. اوكي دخلي لما يوصل للفاينل. اوكي للفاينل ولا ميدل، خليها ميدل. للميدل يعني يوصل نص الديوريشن تبعت الانيميشن كليب، يعمل بلاي للبارتيكل افكت تبعنا. هلا هذا البارتيكل افكت في عنا هون function أو سوري check box إنه يبلش من البداية. خلينا ندور عليه. أوكي في عنا هون check box مكتوب عليه play on awake. هذا play on awake عمله on check، فيعني فعليا حتى لو عملت play أو فتحت play mode ما هيفتح من البداية. فأنا بدي إياه كل ما يوصل للميد فعليا يعمل play، يعني يطلع شوية visual effects. من خلال الكيوب سكريبت بدي أعرف particle system. اوكي وهذا ال particle system اختصار PS أو particle system whatever. اوكي وهعمل function هون هسميه public void play particle system. اوكي وهحط ال ps.play بهاي البساطة. اوكي عندي function هعمل ال particle system play. نرجع لليونيتي. هعرف للكيوب شو هو او هعطيه reference لل particle system. اوكي وهعطي للايفنت اللي عندي موجود بالانيميشن كليب هعطي function ينادي عليه. اوكي يعني كل ما يوصل الانيميشن كليب لهون هعمل trigger لهذا الفانكشن. اوكي اوكي ارجع اعمل play. هاي الكيوب عندي هون ما عم بيعمل ولا اشي. هكبس هعمل on mouse down هاي بلش يعمل rotation، وكل ما يوصل لنص الانيميشن هطلع particle effect عندي.
تمام. أتمنى هيك أكون جاوبت على سؤالك سيف، أو قدرت أساعدك على الأقل. وهيك أنا بكون خلصت اللي عندي، أتمنى إنه ما خربطكم بزيادة، أو ما تكون الانفورميشن مكدسة لهي السيشن. إذا في حدا عنده أي سؤال على أي شيء حكيته اليوم، أو ما عندي مشكلة إذا في عندك سؤال، في حدا عنده سؤال بالمطلق عن أشياء أخذناها already، فضول عن إشي معين حاب تعرف عن يونيتي، please tell me. بحب أحكي بس قبل ما، إذا في حدا عنده سؤال، المحاضرة الجاي هنحكي عن الـ AR Foundation اللي هي تستخدم الـ AR Kit اللي هي الخاصة بـ الـ AR Kit والـ AR Core اللي هي تبعون الخاصة في أندرويد والـ iOS Systems. هلأ الـ AR Foundation ما بنقدر نعمل له ديبوغينج من خلال اليونيتي، فإما هنرفع ويب بيلد بالنسبة ل حتى نتست، خلينا نحكي البيلد تبعتنا، أو بفضل إنه يكون أندرويد ديفايس. إذا في حد عنده أندرويد ديفايس ممكن نعمل بيلد على الأندرويد ديفايس، it's even easier و simpler وبتاخد وقت أقل. فبس هذا إن شاء الله هيكون محاضرتنا القادمة عن الـ AR Foundation. الله يعافيك نيفين، وأشكرك سيف. أي حدا عنده سؤال؟ في أي سؤال؟ أوكي الله يعافيكم جميعا. أوكي إذا شكرا يوسف، وتصبحوا على خير جميعا، نراكم المرة القادمة. يعطيكم العافية جميعا، مساءكم سعيد، تصبحوا على خير.